شو صار بحالا يا يما ولالا يا يما ولالا ولالا يا يما ولالا هي سوريا شو صار بحالا يا يما ولالا طب طب يا شب يا يما شو ذنب الرابي الواحد والواهل شعب سوريا بالمضي بالكفاح والنضال حتى تحرير سوريا من عصابات داعش والأسد. وأيضا ميليشيا حزب البيكيكي بيعيدي يوبيجي كل هذه الميليشيات بداية الثورة كنا سلمية وبعدها جبرونا على حمل السلاح والحمد لله نحن موجودين في قتالنا للنظام الأسدي والآن هي الثورة مستمرة سلمية وعسكرية طبعا رح تكون مع بعض السلمية والعسكرية فكل الثوار بيعرفوا السلمية لحالة ما رح يسقط هذا الكلب وعسكريا إن شاء الله يعني راح صار عندنا اكثر من عدو هو اعدائنا صاروا كثار لاني فراح نضطر للامور السلميه والعسكريه ضد داعش وحزب البي كي كي وطبعا النظام الفاسد.